هذه المرة جاء دور بلدة عندارة، حيث وقع إشكال كبير بين أهالي البلدة والسوريين المقيمين بها على خلفية تلاسن بين الطرفين. توجهنا إلى المجلس البلدي لنأخذ رأي رئيس البلدية بما حصل. إشكال فردي صار، لا ما بشكل خطر، يعني خطر بمعنى بشكل عبء على أهل عندارة، لأنه عندارة ضايعة، نص أهلها مهاجرين، نص التاني بين هون وبيروت، يعني بالشتي مثلا بيكونوا هن نسبة كبيرة بشكله أكثر من أهل الضيعة. أكثر من أهل الضيعة طبعا نحن واجباتنا بنراقب، عنا دوريات بالليل ونحن مانعين تجول من فترة، بعد الساعة 9 ممنوع التجول. وعن وجود سلاح مع السوريين المقيمين في البلدة، نهائيا نحن أول شيء منه اختصاصنا، شق أمني اللي هو مش من صلاحية البلدية، صلاحية الأجهزة الأمنية. إلا أن هذا الفيديو يوثق شابا سوريا يقول بدي أوصو، وهو متوار عن الأنظار منذ وقوع الإشكال. لكن رأي أهالي البلدة جاء مختلفا. ليل نهار بيضلوا قاعدين، لا بلدية تسأل عنهم ولا في دوريات، كل أعضاء الشرطة البلدية اثنين بعندارة، مع احترامي لإلهم يعني لا بيقدروا يعملوا دوريات ولا بيقدروا يضبطوا الوجود السوري. ما هذا الشيء مش قبلانين فيه ابدا، لانه وجود السوري بهذا الشكل الكثيف بعد ترم معين اكيد راح يشكل اسباب خطيره بالضيعه. وبتمنى على البلديه وشرطه البلديه نبشوا بيوت السوريين، اكيد عندهم سلاح بعنداره، ونحن ما بدنا تتطور المشاكل اكثر من هيك. نحن مع اهل بلدنا، ما بنقبل انه هالتصرفات اللي عم يعملوها بعنداره، يعني بيكونوا اوادم الف اهلا وسهلا فيهم، ما بيكونوا اوادم شوف السلطات شو بدها تعمل. فإلى متى سيتنقل ملف السوريين من بلدة إلى أخرى حاصدا مزيدا من الإشكالات والجرائم؟